شاب صغير تم دعوته ليقرأ في الساحة الحسينية وسط حضور وفد من عمالقة القراء من الوطن العربي. حضرها حشد جماهيري رهيب، ولا أعلم إلى الآن كيف قرأ بهذه الثقة وسط هذه الجماهير. هيا بنا نستمع إلى تلاوته كيف تلاها من سورة الأحزاب. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
صدق الله العلي.